السلام عليكم يا شباب. شوفوا كده يا اولاد، تعالوا بقى هنا جماعه الكاميرا شغاله. بس ليه؟ الو ايوه، اخباركم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام، التوفيق ان شاء الله. خليتوا لعبتوا الماتش اللي قبل اللي فات حاجه رائعه. الكلام ده على طول. طيب هحط لك الماتش حاجه رائعه صحيح. فكرتوني كده بالاسماعيلي بتاع زمان. انتوا ما حضرتوش يعني؟ ما كنتوش لسه اتولدتوا. ما توعوش انت على الموضوع ده، الاسماعيلي اللي كنا بنقول عليه برازيل مصر. انتوا الحقيقه لعبتوا زيه. فانتوا ما شاء الله عندكم القدر. الراجل ابو شعر الكنيش ده، ده اللي انا كنت بتابعه. بتلعب حلو قوي. ايوه ايوه، انت بص وراك ليه؟ انا صحيح مش حافظين الاسامي. معلش اعذروني يعني اذا ما حفظتش الاسماء يعني. انما الحقيقه لعبتوا ماتش كان متميز قوي. يعني انتوا عندكم مهارات وعندكم الروح وعندكم القدرات وعندكم الامكانيه انك تعملوا كده. ما تبخلوش بقى على اهل اسماعيليه. لا تبخلوا على اهل اسماعيليه ولا تبخلوا على مشجعين الاسماعيلي اللي موجودين في مصر كلها. كنا زمان حتى اللي ما هوش بيشجع الاسماعيلي كان بيحب يتفرج على المباريات بتاعه الاسماعيلي عشان الاداء بتاعه. انتوا فكرتونا بالاداء ده في الماتش اللي قبل اللي فات. حافظوا عليه ان شاء الله. يعني يبقى كل التوفيق ليكم وتعملوا نتائج هايله. الماتش بتاعكم النهارده ان شاء الله تطلعوا منه بكره تطلعوا منه بنتيجه متميزه ويبقى بدايه انطلاقه ليكم. بالتوفيق ان شاء الله. متشكرين. لا لسه في حاجه يا فندم، احنا وعدنا الماتش. النتيجه كويسه. نشوف نتيجه الماتش شكله ايه ان شاء الله. خليك كابتن علي فين؟ انا بسامع. انا اهو. قلتوا ايه؟ ان شاء الله كابتن علي انت. والاهم الحقيقه من النتيجه هو لعبكم زي ما قلت لك. تعالى اتفضل. تعالى بسر نور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. لسه بقول لهم على فريق الاحلام بتاع سنه 69. ايوه ايوه حضرتك فاكر طبعا. كابتن علي وكابتن ميمي درويش والله يرحمه حسن مختار وبزوكا كله. طبعا بقول لهم ان كنا بنحب نتفرج على لعب واداء النادي الاسماعيلي. مش فقط نتيجه. البركه فيهم ان شاء الله. كنا بنحب نتفرج على الاداء. والله وقلت لهم ان الماتش اللي قبل اللي فات كانت انطلاقه. كان ازاي كان في كانت انطلاقه وكان في الحقيقه اداء يحسسنا باداء الاسماعيلي تاني. بالظبط. وهم قابلين ان شاء الله. فعندهم بقول لهم عندكم الامكانيات وعندكم القدرات وعندكم الاراده وعندكم كل حاجه. فرحوا بقى اهل اسماعيليه وفرحوا الجمهور. فرحوا اهل اسماعيليه وفرحوا جمهوركم في مصر كلها. انتوا لكم جمهور في مصر بالكامل. اه والله. بيحب يتفرج على اداء الاسماعيلي. صحيح. وان شاء الله نتائجكم المميزه هيبقى ليكم مكافاه مميزه. بس ان شاء الله. بس احنا الحقيقه ما بنتكلمش على المكافاه. احنا بنتكلم على الاداء المميز اللي يفرح اهل اسماعيليه. واعتقد هم يستحقوا. واللي يفرح جمهور الاسماعيلي في مصر كلها ودول برضه يستحقوا. شدوا حيلكم ان شاء الله وكل التوفيق ليكم. ان شاء الله. متشكرين. بالتوفيق يا فندم.